نتكلم عن المنتخبات الأفريقية وأداء المنتخبات الأفريقية اللي بالتأكيد هتغير وجهة نظر باقي المنتخبات لأدائهم المختلف والمشرف خلال هذه البطولة. طبعا عاملين ماتشات قوية جدا في كأس العالم وقدامهم فرصة كبيرة أنهم يكملوا في الأدوار اللي جاية. منتخب السنغال خلاص تأهل بالفعل دور 16 بعد فوزه على الإكوادور بهدفين مقابل هدف. كمان لسه في فرصة لتأهل المغرب ومنتخب غانا. خلينا نشوف تفاصيل أكتر من خلال هذا التقرير. فرص كبيرة أمام المنتخبات الإفريقية للذهاب بعيداً في بطولة كأس العالم، خاصة بعدما ضمنت السنغال مقعداً في دور 16، حيث جمعت 6 نقاط من 3 مباريات حلت بهم في المركز الثاني في المجموعة الأولى بكأس العالم، وأصبحت حتى الآن أول منتخب إفريقي صعد من دور المجموعات. بدأ منتخب السنغال أول مبارياته مع منتخب هولندا وخسر بهدفين مقابل لا شيء، ثم فاز على منتخب قطر ب3 أهداف مقابل هدف، وفي المباراة الثالثة فاز على الإكوادور بهدفين مقابل هدف واحد. صعود السنغال للدور الثاني في كأس العالم رفع سقف طموحات الجماهير الإفريقية، خاصة الجماهير التي تشارك منتخباتها في البطولة العالمية، بعد المستوى المميز الذي ظهرت به في المباريات الأولى، خاصة منتخب المغرب، فهو أكثر المنتخبات العربية والإفريقية تكاملاً، يمتلك عناصر تلعب في فرق الصف الأول في الدوريات الأوروبية، وقدم مباريات قوية حتى الآن، حيث تعادل مع كرواتيا وصيف بطل العالم النسخة الماضية بدون أهداف، واستطاع الفوز على بلجيكا المصنف الثاني في ترتيب الفيفا بهدفين مقابل لا شيء، ولم يسجل في شباكه أي أهداف، وبات عليه الفوز على كندا أضعف فرق المجموعة والذي ودع البطولة رسمياً للصعود إلى الدور 16 رفقة السنغال. على غرار المغرب تمتلك غانا فرصة ذهبية للصعود للدور الثاني، خاصة وأنها تمتلك عناصر شابة وموهوبة، تمتلك غزارة تهديفية وصلت ل5 أهداف، وإن كان يعيبهم ضعف خط الدفاع الذي استقبل 5 أهداف أيضا، ولا ينقصهم سوى الفوز على أوروغواي بأي نتيجة لضمان الصعود، بغض النظر عن نتيجة لقاء البرتغال مع كوريا الجنوبية، حيث تمتلك غانا 3 نقاط من الفوز على كوريا الجنوبية 3-2 وخسارة من البرتغال بنفس النتيجة. وإن كانت خطوط المغرب وغانا قوية للحاق بركب السنغال، باتت فرصة الكاميرون أشد صعوبة وتعقيداً، خاصة وأن منتخب الكاميرون ينتظره مباراة قوية وكبيرة أمام البرازيل، ولديه فرصة وحيدة وهي الفوز، خاصة وأنه يمتلك نقطة وحيدة من مباراتين، خسارة أمام سويسرا بهدف وتعادل أمام صربيا ب3 أهداف لكل فريق، ويمتلك كل من سويسرا وصربيا نفس الفرصة، وإن كانت فرص سويسرا أقوى في حالة فوزها ضمنت التأهل، وكذلك في حالة التعادل مع صربيا. ونفس الموقف مع منتخب تونس، ينتظر معجزة من السماء، حيث يمتلك فرصة وحيدة وهي الفوز على بطل العالم فرنسا بنتيجة 2، في الوقت نفسه لابد من فوز منتخب الدنمارك على استراليا بهدف واحد، موقف وضع منتخب تونس نفسه فيه بعد أداء ولا أروع أمام منتخب الدنمارك بالتعادل بدون أهداف، ثم هزيمة بأداء غير مقنع أمام أستراليا بهدف مقابل لا شيء.